بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الثالث متوسط، عدنا وإليكم بمحاضرة جديدة. هاي المحاضرة جدا مهمة لجميع الطلاب، سؤال كامل يجينا عليها. سؤال، وأقصد سؤال الثالث فرع أي. انتبه يا سؤال، سؤال الثالث فرع أي. شنو هي أستاذ هاي المحاضرة؟ هاي المحاضرة قسم التعاريف. شنو؟ قسم التعاريف. راح نجي تعاريف، هاي مو مثل التعاريف اللي موجودة بالتاريخ والجغرافيا. التعاريف هاي مو مثل موجودة بالأحياء والفيزياء والكيمياء. لا، شنو هاي التعاريف؟ أولا راح ينطيك التعريف هذا جيد، وينطيك الاختيار مالته أيضا جيد. أنت مجرد توصل التعريف للاسم مالته، اوكي؟ يعني هذا التعريف توصله للاسم مالته. يعني ساد هو اساسا يعطيني اياه، بالضبط هو ينطيك اياه اساسا. اوكي، وهسه نروح ونحل تعاريف. جيد. بالدفتر نفسي الموجود داخل القطعة. عندنا التعريف الاول، وانتبهوا وياي. من يجيني تعريف بهالطريقة هاي، انتبه لي. من يجيني تعريف، شو يقول لي؟ يقول لي it makes cars، تجعل السيارات and planes والطائرات move. استاذ قاعد نلاحظ بكل تعريف، هذا سؤال خاف واحد يسأله بينه وبين نفسه. وادري بكم انتم ما تسألون. لا، والسألون لا، بعض من عندكم يسأل. القى كلمات باللون الازرق، شنو هاي؟ هاي دلائل طلاب. شنو يعني دلائل؟ يعني بالعاده الطالب ما عنده ترجمه، او ما عنده القابلية يعني 100% انه يقرأ التعريف كامل. جيد، انت اقرأ التعريف بس ركز على كلمة موف. يعني شنو كلمة موف؟ معناها يتحرك، تجعل السيارات والطائرات تتحرك. شنو هي اللي تخليها؟ لو كلمة انجين يعني معناها محرك، او كلمة فيول معناها وقود. انتبه، لو انجين محرك، لو فيول معناها وقود. ساتنينات ينطيني اياها؟ لا، الانطاق هاي تجيبها معناها تعريف هذا، وعلى الاغلب هي هاي. مرات يعطيني فيول ايضا تعريف هذا. ثانيا، words and pictures، كلمات وصور. كلمات وصور، شي بادر ذهنك؟ شنو يعني كلمات وصور؟ كلمات وصور to help sell things، تساعد لبيع الاشياء. شنو هي؟ adverts. شنو معناها؟ معناها اعلانات. مرات الادفيرس يخليني بصفها مينت، ادفيرس مينت. جيد، عادي، المهم تلقى كلمة ادفيرس. جيد، سؤال الثالث يقول a person who help others. help others، help تعرفون هي يساعد، others معناها الاخرين. شو نصيح له؟ helpful. لاحظ كلمة help موجودة وياها help. helpful معناها متعاون. سؤال أربعة، can you clean your teeth؟ can you clean your teeth؟ شنو معناها؟ معناها هل تستطيع، طبعا أخذنا أهوال، هل تستطيع تنظف أو تستطيع تنظف أسنانك بمن؟ ببرش. مرات يخلي لي برش برش، أو يخلي لي قبلها كلمة tooth، مفرد التيث، توث برش. مرات يخلي لي وياها قبلها. انتبه من يخلي لي الطلاب، مو انا دوخ شنو معناها، واضح؟ فانت كلمه برش موجوده عندك، اقراها، اتعلم، تهجى هسه خلال هالشهر، خلال شهرين، خلال اسبوع يقدر الطالب يبدي يتهجى القراءه. القراءه مهمه بالامتحان، مستحيل طالب يقدر يجاوب بالامتحان الوزاري اذا ما يساعد نفسه يتهجى. جيد، فتير معناها اسنان. ايش نختار وياها؟ برش، او تجيني قلت لك بالوزاري خلي لك توث برش. جيد، سؤال الخامس شو يقول؟ something you do in your spare time. كلمة spare time يقول شيء ما تفعله في وقت فراغك. شنو هو؟ هوبي، هواية. سنة 2024 بعد التحديث جابوا لنا كلمة ليجر. ليجر معناها هنا استرخاء،
واضح؟ جيد. إذن لو هاي كلمة هوبي، لو كلمة ليجر آخذها مع كلمة سبير تايم. فني، كلمة فني معناها مضحك. فني معناها شنو؟ مضحك. فني بوك كتاب مضحك، فيلم أو فيلم مضحك، أو بلاي أو مسرحية، شو نصيح لهذا؟ كله كوميدي. من تلقى كلمة فني مباشرة أختار كلمة كوميدي. جيد. Another word for a writer، كلمة أخرى علما للكاتب، شو صحيح له؟ author. شنو معنى author؟ معناها مؤلف. activities، شنو معنى كلمة activities؟ معناها نشاطات. like running كالجري، أو swimming السباحة، and jumping القفز. شو نصيح لهن؟ أما كلمة sports يعني رياضات، أو كلمة athletics. تبه كلمة activities مباشرة شختار أختار وياها كلمة sports. طبعا هسه بعض الطلاب، خلونا شوي نتسلف وياكم دقيقة واحدة. بعض الطلاب هسه قاعد يباوع وكأنه قاعد يباوع له على فيلم، مجرد بس حط الموبايل قدامه وشني ويشاهد. هذا الشيء خطأ، لازم انتم هذا التعريف تتوقف دقيقة أو دقيقتين تحفظه، تعبر للتعريف اللي بعده. شلون تحفظه؟ ورقة وقلم، ورقتك وقلمك وياك. إذا تقرأ على الإنترنت وتريد نجاح، ورقتك وقلمك وياك. على مود بنفس الوقت مكان ما أنت تضيع وقتين، يعني شلون تضيع وقتين؟ يعني راح تسمع المحاضرة، ترجع تكتبها، ترجع تقرأها 3 مرات. لا، بنفس الوقت أوقف المحاضرة وأكتب، أوقف المحاضرة وأكتب. واضح طلاب؟ أو إذا أنت عندك الملزمة، مجرد صفك الملزمة والمحاضرة بصفك على مود تقرأها. يلا. أما كلمة athletics أو كلمة طبعاً sports أو athletics. جيد. You go to a place، تذهب إلى مكان. To hear someone sing، تسمع شخص ما شبيه يغني، or play music أو يعزف على الموسيقى. شنو هذا المكان؟ concert. شنو يعني concert؟ معناها حفلة موسيقية. جيد. سؤال العاشر. A beard that hunts، تبه عليها شوية لأن عندي beard بعد. A beard that hunts، الطير الذي يصطاد. And kill other birds، هنا يصير عند الطلاب بعض الأخطاء، مباشرة يختاروا لي كلمة فالكون. خطأ. هاي ما سريها فالكون، يا اللي سريها a beard of prey. A beard of prey يعني شنو؟ طير جارح بدون الجيم. جيد. سؤال 11. انتبه على سؤال 11، ممكن تتغير هاي الكلمة. يقول لي opposite، شنو معنى opposite؟ معناها عكس. عكس كلمة safe، عكس كلمة آمن. شنو هو؟ dangerous. شنو dangerous؟ خطير. استاذ يعني كلمة opposite ممكن يبدل لي safe، ممكن يقول لي opposite of مثلا clean، نظيف، أقول له dirty. ممكن يقول لي opposite of cheap، رخيص، أقول له expensive. بالضبط بهاي الطريقة. فانتبه على كلمة opposite، معناها إذا طاق كلمة opposite معناها يريد الكلمة المعاكسة للكلمة الأخرى. جيد. إذا شطي أطي dangerous. The fastest bird، هنا ننتبه لي. The fastest bird، الطير الأسرع. In the world، fastest bird يختلف عن a bird that hunts. الطير ويا كلمة أسرع أختار له كلمة falcon. الطير الأسرع في العالم هو falcon. جيد. هذا السؤال أيضا مكرر وزاري. يقول رايس ويت آند بيرلي، سألوا خذناهم بال، طبعا ذن بالإنشاء موجودات شاري ومتالت. نعم بالضبط. شو يقول هنا؟ رايس ويت آند بيرلي، رايس رز، ويت قمح، آند بيرلي شعير. شو نصح لنا كلنا ذني؟ كروبس. شنو معنى كروبس؟ معناها محاصيل. جيد. people who are not children، no children. شنو no children؟ سب معناها ليسوا أطفال، عافية. شنو صحيح لهم؟ adults. جاي 2021. it tells a funny story، تخبرنا عن قصة مضحكة. شنو هي؟ قلت لك أنا من تلقى funny تختاريها كوميدي،
ارجع وياي من تلقى كلمة فني رقم 6 ايش تختار ياها؟ كوميدي. نفس الحالة لو اجتني هنا فن ستوري ايضا اختار ياها كوميدي، اذا ما تقبل خطأ. information about sun and rain and temperature sun rain sun شمس rain مطر temperature درجة حرارة. من تجينا هاي الثلاث اشياء مباشرة ايش اختار ياها؟ weather. شو المعنى weather؟ معناها طقس. جيد. سؤال 17 question and answer paragraph برنامج سؤال وجواب. question سؤال تعرفونه and answer معناها جواب. answer دائما تطلع لي بالتليفون وحاول تليفونك بالانجليزي، دائما تريد تحوله بالانجليزي شو تسوي؟ من يصير عندك مشكله بيه راسا تحوله العربي. زين؟ لان ما تدبرها هناك. زين ليش ما تدبرها؟ لان ما تقرا. اقرا اسمع احفظ راح انت تقدر تحول تليفونك بالحقيقه للانجليزي. اوكي question and answer paragraph سؤال وجواب برنامج سؤال وجواب. شنو هو هذا؟ كويز شو مسابقه متلفزه مثل اللي طلع بشهر رمضان. اوكي conversations معناها محادثات، معناها شنو؟ محادثات between famous people بين ناس مشهورين. شو سهلة؟ talk show محادثة متلفزة. جيد. وهاي أيضا مثالية مكررة. It gives information about one subject. تعطينا It gives information about one subject. تعطينا معلومات حول موضوع واحد. شنو هو؟ Documentary معناها شنو؟ وقائعي. شنو معناها؟ وقائعي. جيد. سؤال البعده opposite. قلت لك كلمة opposite شنو معناها؟ حفظناها صار معناها عكس. عكيه opposite of fight عكس كلمة fight صار. بس هاي جابني على التعاريف، ذني جنك التعاريف على شكل اسقاط. اوكي فمرات مو بس ان ذني يجني على شي جيني وياها، ممكن تجيني المعاكس وياها على شكل اسقاط. اوكي opposite of wide عكس كلمة wide معناها واسع، اخذناها بالمعاكسات يقول narrow. شنو هو narrow؟ ضيق. جيد. A word used for young deer. young deer الكلمة المستخدمة لصغير الغزال شو اسمه؟ fawn ضبي. اوكي cows ابقار تعريفها كتل صار. هاي موجودة هذا تعريف هذا؟ نعم هذا تعريف وزاري. very old جدا شنو؟ كبير او قديم. جدا تجي قديم. شنو هو؟ enchant اثري. without mountains بدون جبال. without معناها بدون، mountains جبال. شنو هو؟ flat ارض سطحيه. things that farmers grow اشياء يزرعها الفلاحون. farmers grow crops صار. مو اخذناها كروبس محاصيل؟ نعم. شنو هن المحاصيل؟ رايس ويت اند بيرلي. اقرا بهاي الطريقه كلمه كروبس لها تعريفين. اما يقول لك ثينكس ذات فارمرز جرو اشياء يزرعها الفلاحون تقول له كلمه كروبس. جيد بس ذني؟ لا طبعا عندنا القسم الثاني ان شاء الله ناخذه بمحاضره ثانيه طلابنا الاعزاء. لهنا انتهت بالنسبه لمحاضرتنا. قبل لا ننهي الفيديو طلاب اريد من عندك ورقه وقلم، اريد من عندك تجي بالدفتر مالتك دفتر الملخص اخذتوه صح؟ نعم استاذ اخذناه. الطالب اللي اخذه طبعا هو يريد يفيد نفسه. ارجع لهنا تجي لمن؟ للدفتر تلقى فيه الاملاء قسم الاملاء. طبعا احنا عندنا بيه قسم التعاريف، نريد قسم التعاريف. ممكن هنا ماكو بعد. جيد اذا قسم التعاريف فوق تجي هنا تحلي هاي الطلاب كلها اسئله وزاريه داخل هذا الملخص. الملخص يحتوي على طبعا شيئين، الاول انه ملخص شامل للماده شوفها هذه، والاولا يحتوي على من؟ يحتوي على ملخص قلنا شامل، وثانيا دفتر بنهايته يحتوي على الاسئله الوزاريه يبقى حلها على الطالب.
من انت ولي امر وتريد تدرس ابنك الدرس بهاي الطريقة، يروح يحفظ وانت تعطي هاي الاسئلة يحل لك اياها. استاذ انا وين القى هاي الاسئلة؟ تقدر تراجعها. شو تقول له؟ مثلا سؤال الاول يقول لك a bear that hunts and kills other bears، فراغ شنو هو؟ استاذ بس انت قلت لنا انه التعاريف راح يعطيني اياهن وياهن، جيد عافية، بس كل ما كانت الاسئلة بالطريقة الاصعب اللي هي وردة 2018 طبعا بالدور الثاني اجتنا طريقة الفراغات، كل ما كانت اصعب كل ما كان الطالب اقرب يعني النجاح، اوكي؟ بالوزاري. فهنا نريد من عندك تحل اياهن انت تكتب لي اياهن. هذه تقريبا 13 سؤال يبقى حلهن عليك طلابنا، تلقاهن بنهاية الملخص، وان شاء الله نوافيكم بالقسم الثاني من التعريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.